السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الطلبة في مجموعة العلوم التجارية لمقرر قان 322 الوحدة السابعة. درسنا لهذا اليوم راح يكون التزام صاحب العمل التقيد بأحكام التنظيم القانوني لوقت العمل. أهداف الدرس: يتعرف الطالب على التنظيم القانوني لوقت العمل، يتعرف الطالب على إجازات العامل وأنواعها. نبدأ الآن درسنا هذا بالنشاط الاستهلالي للدرس السابق. يتقاضى أحمد أجراً يومياً قدره 15 دينار مقابل إنتاج 35 وحدة في 8 ساعات، على أن يضاف مبلغ 400 فلس عن كل وحدة إنتاجية إضافية. إذن هنا وحدات إضافية، فإذا أنتج في اليوم 40 وحدة فكم يكون أجره لليوم الواحد؟ إذن عدد الوحدات الإضافية 40 ناقص 35 فتكون 5 وحدات. قيمة الوحدات الإضافية 5 وحدات في 400 فلس، فيكون هنا الناتج ديناران. إذن أجر العامل في هذا اليوم هو الأجر اليومي الثابت وهو 15 دينار مضافا إليه ديناران، فيكون المجموع 17 ديناراً. ننتقل الآن إلى درسنا لهذا اليوم. هنا مقارنة بين الساعات العمل اليومية والأسبوعية للعامل العادي والحدث. نريد أن نذكر من هو الحدث؟ هم الأعمار التي تكون بين 15 إلى 18 سنة. إذن الحد الأقصى لعمل الساعات اليومية للعامل العادي 8 ساعات، أما الحدث فيكون 6 ساعات. الحد الأقصى لعدد الساعات العمل اليومية الإضافية للعامل تكون ساعتان، أما للحدث لا توجد أي ساعات إضافية. فترات الراحة اليومية للعامل العادي تكون لا تقل عن نصف ساعة، أما الحدث لا تقل عن ساعة كاملة. الحد الأقصى للبقاء في مكان العمل للعامل العادي 11 ساعة، أما الحدث فيكون 7 ساعات. الحد الأقصى للعدد الساعات العمل الأساسية والإضافية تكون 10 ساعات. 10 ساعات تكون هنا 8 ساعات الأساسية اليومية مضافا إليها الساعتان الإضافيتان، فيكون هنا المجموع 10. أما الحدث فلا يوجد له ساعات إضافية، فتكون فقط 6 ساعات. أما الآن ننتقل إلى الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية، فتكون هنا 48 ساعة، 8 ساعات في اليوم مضروبة في 6 أيام عمل، والاثنى عشر هنا تكون 2 في 6 أيام عمل، فيكون هنا المجموع 60 ساعة. أما الأحداث فتكون هنا 6 ساعات مضروبة في 6 أيام عمل، فتكون الإجابة 36 ساعة. ننتقل الآن إلى ساعات العمل اليومية في شهر رمضان، فتكون بمعدل 6 ساعات في اليوم للعامل العادي، وأيضاً للأحداث 6 ساعات في اليوم. ننتقل الآن إلى تعريف ساعات العمل الفعلية. ساعات العمل الفعلية هو الوقت الذي يكون فيه العامل تحت تصرف وسيطرة صاحب العمل. إذن لا يدخل ضمن ساعات العمل فترة استعداد العامل للعمل، وأيضاً لا يدخل الوقت الذي يستغرقه العامل للوصول لعمله. ويجوز لصاحب العمل تحديد ساعات عمل تقل عن الحد الأقصى إذا كان ذلك في مصلحة العمل. العمل بأجر إضافي: يستحق العامل من يعمل عن كل ساعة إضافية نهارية 25% مضافة إلى راتبه الأساسي. أما إذا عمل ساعات عمل ليلية والمقدرة من 7 مساء إلى 7 صباحا تكون 50% مضافة إلى راتبه الأساسي.
يستمر العاملون في الأماكن المكشوفة في العمل خلال وقت الظهيرة في فصل الصيف؟ حظر المشرع تشغيلهم بين 12 ظهراً والرابعة عصراً في شهر يوليو وشهر أغسطس. هل يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في يوم راحته الأسبوعية؟ نعم يجوز أن يشغل العامل في يوم راحته إذا اقتضت ظروف العمل لذلك، ولكن هناك ضوابط لهذا التشغيل. يجب أن تكون الظروف فعلاً قاهرة ومحتمة لتشغيل هذا العامل في هذه الشركة. ثانياً، يجب أن يحصل العامل على أجر إضافي ويعادل 150% على أجره الأساسي، أو يعوض عن هذا اليوم بيوم آخر. ثالثاً، لا يجوز حرمان هذا العامل من أيام راحته الأسبوعية أكثر من مرتين متتاليتين. ننتقل الآن إلى الإجازات الموجودة في التنظيم القانوني لقانون العمل. الإجازة السنوية. الحكمة من الإجازة السنوية هي ابتعاد العامل عن أجواء العمل. شروطها: يجب أن يمضي هذا العامل بمعدل سنة كاملة في خدمة العمل. يحصل على بدل نقدي لقيمة هذه الإجازة إذا عمل أقل من سنة كاملة. تقدر هذه المدة بثلاثون يوماً في السنة، ويتم احتساب هذا الثلاثون يوماً بيومين ونصف عن كل شهر، يومان ونصف في 12 شهراً، فيكون هنا 30 يوماً. التنظيم القانوني لهذه الإجازة: يحدد صاحب العمل موعد هذه الإجازة السنوية يحصل عليها العامل 15 يوماً منها في 6 أيام متصلة، والزيادة منها تحول إلى السنة القادمة، ولا يجوز تأجيل الإجازة للأحداث، ويسوى الرصيد كل سنتين. طبعاً تكون هذه الإجازة السنوية بأجر كامل. ننتقل الآن إلى الإجازة المرضية. الحكمة من هذه الإجازة أن يكون المريض بحاجة فعلية إلى العلاج وإلى الراحة. من شروط هذه الإجازة المرضية أن يحصل هذا المريض على شهادة طبية، وأن يكون قد أمضى في خدمة هذه الشركة 3 أشهر. تقدر هذه الإجازة المرضية ب 55 يوماً في السنة. التنظيم القانوني لهذه الإجازة: أولاً تقرر من الدكتور، ويمكن أن يرحل الباقي من الإجازة المرضية إلى السنة القادمة. توزيع الأجر لهذه الإجازة المرضية: أول 15 يوماً يكون بأجر كامل، 20 يوماً التاليين يكونون بنصف الأجر، ثم 20 يوم يكونون بدون أجر. ننتقل الآن إلى إجازة الحج. تكون الحكمة من هذه الإجازة هي أداء فريضة الحج. من شروط هذه الإجازة أن يكون هذا العامل مسلماً، وأن يكون قد أتم خدمته في هذه المنظمة خدمة لا تقل عن 5 سنوات متصلة، وأن يكون لم يحصل عليها من قبل خلال خدمته. تقدر هذه الإجازة ب 14 يوماً. التنظيم يجب أن يوافق عليها صاحب العمل، وتكون أيضاً بأجر كامل. ننتقل الآن إلى الإجازات الرسمية، وهي الحكمة منها أي أن يحتفل فيها العامل بالمناسبات الدينية والوطنية. طبعاً تكون لكل عامل حق فيها، تكون مدتها 14 يوماً خلال السنة. التنظيم يكون إذا استمرت المنشأة في العمل فترة المناسبة يعوض العامل بصرف بدلاً عنها بقيمة 150% إضافة إلى راتبه الأساسي، وطبعاً تكون بأجر كامل. ننتقل الآن إلى إجازات الزواج والوفاة والولادة. طبعاً الحكمة من هذه الإجازات هي التفرغ لهذه المناسبات. من شروطها تكون للزواج مرة واحدة فقط،
الوفاة إذا كانت هنا وفاة من الدرجة الأولى إلى الدرجة الرابعة، وإذا وأيضا وفاة أحد أقارب الزوج من الدرجة الأولى إلى الدرجة الثانية، وأيضا لديهم إجازة ولادة مولود. المدة 3 أيام لإجازة الوفاة والزواج، ويوما واحدا في حالة ولادة المولود. التنظيم القانوني لهذه الإجازة يكون بعدم الخصم من الإجازة السنوية، وتقدم أوراق ثبوتية تثبت هذه المناسبات، وتكون هذه الأجور بأجر كامل. الإجازة العرضية، الحكمة من هذه الإجازة هي مواجهة ما يطرأ من ظروف مفاجئة، وشروطها هي وجود طارئ حدث للعامل بشكل مفاجئ، وتأخذ من رصيد الإجازة السنوية. المدة هي 6 أيام خلال السنة كاملة. التنظيم القانوني لها يغيب أو يتغيب العامل عن هذه عن أيام العمل، ويقدم مبرر لهذه الإجازة، وتخصم من الإجازات السنوية، وتكون بأجر كامل. ننتقل الآن إلى الإجازات الخاصة بالنساء، وهي إجازة الوضع. الهدف منها هي حاجة الحامل إلى الراحة والعناية بالمولود. شروطها شهادة طبية تثبت الوضع. المدة هي 60 يوماً إجبارياً و15 يوماً اختيارياً. التنظيم القانوني لها تسليم شهادة طبية للوضع، ولا يجوز فصل هذه المرأة عن العمل. الأجر يكون أول 60 يوماً بأجر كامل، و15 يوماً اختيارياً بدون أجر. ننتقل الآن إلى إجازة رعاية الطفل. الحكمة منها هي حماية الأمومة والتفرغ للطفل، ويجب أن يكون لم يكمل 6 سنوات. الشروط لا يتجاوز 6 سنوات، المدة 6 أشهر في المرة الأولى، ولا تزيد عن 3 مرات في فترة خدمتها في العمل. طبعاً التنظيم راح يكون إجازة اختيارية، وسوف تكون بدون أجر. هنا مجموعة من الإجازات الرسمية في مملكة البحرين، وطبعاً جميعها تكون بأجر كامل. ننتقل الآن إلى مثال واحد. عمل سمير في خدمة إحدى الشركات لمدة 9 أشهر، وانتهى عقد عمله، فما هو الأجر المستحق عن إجازته السنوية؟ إذا علمت بأنه كان معيناً على فئة عمال المشاهرة بأجر قدره 600 دينار، إذن هو عمل أقل من سنة، إذن هو لا يستحق إجازة سنوية، بل يستحق مبلغ نقدي عن هذه الإجازة السنوية. إذن أولاً الأجر اليومي 600، وهو الأجر الشهري، قسمة 30 عدد أيام الشهر، فيكون هنا المجموع 20 دينار. ننتقل هنا إلى عدد الأيام التي يستحقها. هو يستحق 2.5 يوماً عن كل شهر، إذن 2.5 عمل 9 أشهر، إذن المجموع يكون 22.5 يوم. الأجر المستحق عن إجازته السنوية يكون 20 مضروبة في 22 يوماً، ويكون هنا المجموع 450 ديناراً. ننتقل الآن إلى المثال الثاني. تغيب محمود عن العمل بسبب المرض في شهر نوفمبر لمدة 23 يوماً، فما الأجر المستحق له في هذا الشهر؟ إذا علمت بأن أجره الشهري 360 ديناراً. إذن أولاً نستخرج الأجر اليومي، وهو 360، وهو الأجر الشهري مقسوماً على أيام
الشهر، فيكون هنا الناتج 12 دينارا. نأتي هنا إلى المخطط، في الشهر 30 يوما، تغيب عن العمل 23 يوما، إذن عدد أيام عمله كانت 30 مطروحة من 23 فأصبحت 7 أيام عمل. 23 أيام غيابه طبعا تم أخذه في الشرائح السابقة بأن أول 15 يوما تكون بأجر كامل، إذن أول 15 أيام غياب تكون بأجر كامل، ويكون هنا الأجر الكامل 12، فيكون هنا 15 مضروبة في 12. المتبقي من 23 8 أيام، إذن 8 أيام تؤخذ من 20 التالية فتكون بنصف الأجر، فتكون هنا 8 في نصف 12 يكون 6، فيكون 12، فيكون هنا 48. نأتي هنا 7 أيام عمل، لأنها أيام عمل فتكون بأجر كامل، فتكون 7 في 12، يكون هنا الجواب 84. إذن أجر 7 أيام عمل 12 في 7 84، أجر 5 أيام غياب بأجر كامل 15 في 12 تساوي 180، أجر 8 أيام غياب بنصف الأجر تكون 8 في 6، طبعا هذه 6 نكررها 12 قسمة 2، يكون الجواب 48 دينارا. إذن الأجر المستحق الكلي 180 زائد 84 زائد 48، فيكون المجموع 312 دينارا. ننتقل الآن إلى مثال 3. يعمل محمد خليل في شركة ألمنيوم ألبا ويتقاضى راتب قدره 600 دينار. احسبي أجر العامل في الحالات التالية: إذا حصل على أجر إضافيا عن إجازة عيد الأضحى المبارك والمقدرة بثلاثة أيام، إذا حصل على أجر إضافيا عن 4 ساعات عمل إضافية ليلية، إذا حصل على أجر إضافيا عن 8 ساعات عمل إضافية نهارية. إذن أولا يجب علينا إيجاد الأجر اليومي والأجر بالساعات. كما ذكرنا سابقا الأجر اليومي يكون بالأجر بالشهر مقسوما على أيام الشهر، فيكون الجواب هنا 20 دينارا. أما الأجر بالساعات نأخذ الأجر اليومي نقسمه على عدد ساعات اليوم، ساعات العمل في اليوم، فتكون هنا الإجابة 2.5 دينارا. إذن الأجر الإضافي عن إجازة عيد الأضحى المبارك، عيد الأضحى المبارك هي إجازة رسمية، كما ذكرنا سابقا أن الإجازة الرسمية تكون النسبة المضافة 150%، إذن 3 أيام مضروبة في 20 لأننا نتكلم عن أيام، مضروبة في 150%، والمقصود بها هنا 150 على 100، فتكون هنا الإجابة 90 ديناراً.
ننتقل الآن إلى الأجر الإضافي عن 4 ساعات عمل إضافية ليلية. يكون هنا عندنا عدد الساعات 4 ساعات مضروبة في 2.5، لأننا نتكلم عن الأجر بالساعات، فيكون هنا 2.5 مضروبة في 150%، 150% لأنها ساعات إضافية ليلية، فتكون هنا 150 على 100، فالإجابة 15 ديناراً. ننتقل الآن إلى الأجر الإضافي عن 8 ساعات عمل إضافية نهارية، فيكون هنا 8 ساعات مضروبة في عدد الساعات، الأجر بالساعات يكون 2.5 ديناراً مضروباً في 125%، وهي عدد الساعات الإضافية النهارية، والمقدرة ب 125 على 100، فتكون الإجابة 25 ديناراً. شكراً لحسن استماعكم. لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة موقع وزارة التربية والتعليم.